السلام عليكم، مرحبا بكم في بلا بلا فيلم سينيماتيك. اليوم غادي نهضر لكم على بعض الافلام الرائعه اللي ما كيتنساوش. ما غاديش ندخل بزاف في التفاصيل باش ما نحرقش الفيلم بالنسبه اللي مازال ما شافوش. الفيلم الاول هو سناتش، اللي هو فيلم بريطاني امريكي من اخراج جاي ريتشي في سنه 2000. والقصه دايره على عالم الاجرام في لندن، واحد الدياموندا منوضه روينه وسط العصابات، وكل واحد باغي يلقاها قبل الاخر. غادي يجيو لها شي وحدين من الميريكان الانجليز باش يريكيبيريوها، قبل ما فرانكي فور فينجرز اللي كيلعب الدور ديالو بينيسيو ديل تورو واللي عنده الدياموندا قبل ما يدير شي فضيحه، لحقاش معروف بالقمر وديما تيجيبها في راسو، داكشي علاش ملقبينو بفور فينجرز ربعه د الاصابات. فين ما تيقمر و تيخسر الا ما كان عنده باش يخلص تيقطعوا ليه شي صباع. من جهه اخرى تركيش اللي تيلعب الدور ديالو جيزون ستاثام وصاحبو تومي اللي تيلعب الدور ديالو ستيفن جرام مديباني الوقت، تينظمو تورنوات ديال لابوكس كلونديستين الملاكمة السرية، ومعهم واحد الملاكم اللي معول عليه العالم في الماتش الجاي. تركيش وطومي خاصهم كارافان باش يديرو فيها البيرو ديالهم، حيت الكارافان القديمة قريبة تريف. طومي والبوكسر اللي معاه غادي يتكلفو بهاد المهمة وغادي يمشيو لعند The Travelers اللي دايرين بحال لي جيتون خيطانوس، ساكنين برا المدينة في الكارافانات ومعروفين بلا ما فيهم ثقة. ملي غادي يوصلو غادي يتلاقاو ميكي اللي تيلعب الدور ديالو براد بيت باش يتفاهمو معاه على شي كارافان، وهنا غادي يبدا التشاش مع 12 وغادي تبدا تميكس القصة ديال الكارافان مع ديال الدياموندا وتنوض الروينة، والقصة غادي تتعنكش وتمشي بينا بعيد. الفيلم الثاني هو ميزوري من اخراج روب رينر في 1990، واللي هو تحويل سينمائي لرواية ستيفن كينغ اللي كتحمل نفس العنوان واللي خرجت في 1987. والفيلم ميزوري داير على بول شيلدون اللي تيلعب الدور ديالو جيمس كان، واللي هو كاتب معروف بسلسلة روايات ميزوري اللي ردو مشهور، ولكن عيا من هاد البيرسوناج والعالم ديالو بغا يدوز لشي حاجة أخرى. بول غادي يكون في طريقه لنيويورك وغادي يدير واحد الكسيدة وسط الخلا والتلوجات وغادي يتفرشخ. من حسن الحظ ديالو اللي غادي يولي من بعد سوء الحظ ديالو، غادي تعتقو واحد السيدة أني ويركس اللي كتلعب الدور ديالها كيتي بيتز، واللي هي ممرضة غريبة الأطوار ساكنة بوحدها في واحد الدار معزولة في الخلا. اني غادي تعتني ببول في دارها والامور هانيه، وغادي تصدق اني كتعرف بول من شحال هادي حيت مبليه بالروايات ديالو وهي اكبر محبه ديالو، بالخصوص سلسله روايات ميزوري اللي كتحماق عليهم. ولكن من بعد ملي اني غادي تسق الخبر كيفاش بول تعامل مع الشخصيه ديال ميزوري في الجزء الاخير، غادي يطيح الماسك ديالها وغادي تبان على حقيقتها، وبول اللي ما فاهم والو غادي يلقى راسو في وسط واحد الكوشمار مريض، والقصه غادي تتعنكش وتمشي بينا بعيد. الكاتب ستيفن كينغ اللي ادابطاو ليه العالم ديال الروايات الى اعمال سينمائيه واللي غادي ندير عليه من بعد ان شاء الله واحد الحلقه سبيسيال، ما كانش كيعجبو الحال بزاف في لي زادابطاسيون اللي تيديروا للروايات ديالو، ولكن ميزوري الفيلم ما خلى ليه ما يقول، عجبو بزاف. والدور ديال الكاتب بول شيلدون اللي لعبوه جيمس كان اقترحوه قبل منه على بزاف الممثلين اللي كانوا مشهورين في ديك الوقيته ديال التسعينات، بحال روبرت ريدفورد ولا جاك نيكولسون وزيد وزيد. حتى شي واحد ما قبل به، لحقاش الشخصيه ديال اني كانت قويه بزاف، وخافوا الظل ديالها يغطي على الاداء ديال الممثلين الاخرين. فعلا الشخصيه ديال اني كانت قويه جدا، والممثله كيتي بيتز اللي لعبت الدور ديالها تتستحق عن جداره الاوسكار ديال افضل ممثله اللي خدات في 1991. وهذا الفيلم اللي حاز على عده جوائز اخرى تعتبروه لادابتاسيون الوحيده ديال اعمال ستيفن كينغ اللي دات شي اوسكار. الفيلم الثالث هو ذا فول، اللي هو فيلم امريكي هندي بريطاني من اخراج المخرج الهندي تارسيم سينغ في 2006. والاحداث الفيلم واقعين في العشرينات ديال القرن الماضي في واحد السبيطار في لوس انجلوس، ودايرين على الكساندرا واللي هي طفله صغيره مهرسه في يديها وكتعالج في السبيطار. غادي تتعرف على واحد من المرضى اللي هو روي واركر اللي تيلعب الدور ديالو لي بيس، واللي هو كاسكادور طارح الفراش بسبب واحد الحادثه اللي وقعت ليه في التورناج ديال واحد الفيلم. روي اللي ما كيتحركش من الفراش غادي يطلب من الكساندرا واحد السيرفيس، ومن بعد غادي يبدا تيعاود ليها واحد القصه من الخيال ديالو فيها بزاف ديال الشخصيات والاحداث مثيره وعجيبه. الكساندرا غادي تبدا كتخيل داكشي اللي كيعاود ليها بطريقتها، وغادي تولي مدمنه على ديك العالم المثير والجميل ديال روي اللي هو في الحقيقه حزين وطايح عليه الضيم، ماشي بسبب الحادثه ولكن بسبب شي حاجه اخرى اللي مخبي على الكساندرا، وتيستغل البراءه والسذاجه ديالها باش تجيب ليه واحد التويشيه. واحد الوقيته الاحداث غادي تتعنكش والقصه غادي تمشي بينا بعيد.
هاد الفيلم ما فهمتش كيفاش داز اين ابيرسو ما دافع حد وما ربح حتى شي حاجه في حتى شي بلاصه. هو داير بحال شي بلاد ارتستيك بحال الا كتسالى من طابلو لطابلو. المهم هذا ما كان. الفيلم الرابع هو ذا سيكست سنس سيزيام سونس من اخراج نايت شيامالان في 1999. القصه دايره على دكتور مالكوم كرو اللي تيلعب الدور ديالو بروس ويليس واللي هو طبيب نفساني ديال الاطفال اللي عنده مشاكل عائليه بسبب واحد الحادثه وقعت مع واحد من المرضى اللي كان تيتريتي. من بعد مالكوم غادي يتعرف على واحد الباسيون جديد كول اللي تيلعب الدور ديالو هاري جول اوسمنز اللي هو طفل صغير تيعاني من لي كريز دونغواس تيكون ما عليه ما بيه حتى تيولي مخلوع وتيرجف. وهذا الشيء هذا تيجي على غفله فين ما كان. بداو الدراري تيضحكوا عليه وتيشدوا فيه في المدرسه والويده ديالو اللي حايره وما فاهمه والو تقرات مسكينه. مالكوم اللي بقى فيه كول غيحاول يعاونو ناس المشاكل العائليه اللي غداو كتزاد وما حدو غادي تيتقرب لكول بداو تيتفهموا شي تواشه. واحد الوقيته ما غادي يبقى فاهم والو القصه غادي تزيد تعنكش وتمشي بينا بعيد. هاد الفيلم دار بوم وفرقع البوكس اوفيس من اللي خرج وحاز على عده جوائز من بينها الاوسكار ديال احسن فيلم وافضل مخرج نايت شيامالان وافضل ممثل في السيكون رول الطفل آلي جويل أوسمنز وكذلك أحسن سيناريو أفضل مونتاج وزيد وزيد. الفيلم الخامس هو فارغو من إخراج لفخير كوين إيتن وجويل. القصة ديال الفيلم اقتبسينا من أحداث اللي وقعت بالصح في ولاية مينيسوتا في أمريكان وضايرين على واحد الكسيدة غريبة وما مفهوماش وقعت في الطريق اللي كدير واحد المدينة صغيرة والشريف ديالها اللي كتلعب الدور ديالو فرانسيس ماكدوماند واللي حاملة وهي اللي عندها العقل وكتفكر وسط واحد العالم فيه الناس بما فيهم البوليس اللي معها كلشي مضروب في ليتوكس وتيقتلو بالضحك غير حالين فمهم وتيعاودو في الهضرة شي تينسيك في شي في الكراخ. المشكلة ان هادشي فيه شوية من الواقع. نرجعو للشريف اللي بدات لونكات ديالها وصلت لعند السوسبي الاول اللي هو مدير تجاري في محل البيع ديال الطوموبيلات اللي تيلعب الدور ديالو ويليام ماسي واللي تيطير من المقلة غير بوحدو فيه الدغل. الشريف غادي تخليه وترجع للمدينه باش تكمل لونكيت وغادي يبانوا ليها شي كمامر جداد واحد جوج وجوه المشاكل والامور غادي يبداو يتوضحوا ليها واحد الوقيته غادي يزيدوا تعنكشوا والقصه غادي تمشي بينا بعيد. هذا الفيلم لقى اقبال وحاز على عده جوائز افضل اخراج لفخير كوين في فيستيفال دكان والاوسكار ديال افضل ممثله لفرانسيس ماكدورماند وافضل سيناريو اوريجينال لفخير كوين. سنه 2014 خرج الموسم الاول ديال مسلسل فارغو من انتاج لفخير كوين واللي مبازي على الفيلم وحتى هو فيه داك الاتموسفير الحمق وفيه دي بيرسوناج ما يمكن كاع. الحلقه سالات نتمنى يكون المحتوى عجبكم. شكرا بزاف على المشاهده. الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.